برنس حاول يمر ويعرقل من قبل لاعب سيدو باري وبالتالي ركلة جزاء. شوفها بالإعادة هنا برنس بدل فيها مجهود كبير ومر من لاعب حاول يمر من الثاني بالتحديد سيدو باري اللاعب الموريتاني والآن صالح راتب يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء. هل يسجل منها هدف التعادل؟ نصل دقيقة 68 صالح راتب يلعبها جول الله خطرة جول جول التعادل. صالح راتب سددها وشال حارس المرمى ورجع صالح راتب وضحى راسية في المرمى كهدف أول هدف التعادل. شوف 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 شوف, شوف. شال حارس المرمى وصالح راتب راسية تابع الكرة تابع الكرة المرتدة من حارس المرمى وسجل منها هدف التعادل الشرقاوي.